الحلقة التاسعة وما قبل الأخيرة من كوكا كولا لايت في اي اي بيت العمر. المشاركة توقفت وحلقة واحدة بس بتفصلنا عن معرفة رابح في اي اي بيت العمر بأب تاون موتر سيتي بدبي. وضيف هالفقرة هو مصمم أزياء انتقل من بيروت لروما والعالم كله. عبد محفوظ هو مصمم الأزياء اللبناني وهو VIP VIA للحلقة ما قبل الأخيرة. لبناني العالمي عبد محفوظ، اهلا وسهلا فيك بستايل وستارز، كيفك اليوم؟ الحمد لله. واهلا وسهلا فيك بدبي وبكوكا كولا لايت VIA بيت العمر. كمان بدي رحب فيك وانت كنت ضيفه باول حلقه من ستايل وستارز، وبدي اقول انه كان وجهك خير على البرنامج مثل ما تمنيت لي. الحمد لله. فاليوم بتمنى كمان يكون وجهك خير على رابح الشقه الحلوه ان شاء الله. بتمنى. عبد خلينا هيك بما انه بلشنا بشقه، بتحب تفرش يعني بيتك انت بنفسك؟ اكيد. تروح وتختار فرش البيت؟ اكيد، انا بيتي انا عامله بكل شيء. من برا من جوا عندي تراس كثير حلو، اكيد اهتميت فيه من كل شيء، من اول ما فتت عليه لحتى ما خلصته، يعني لا جبت مهندس ولا جبت حدا، بس الخبرة أكيد مش بحاجة يعني، أكيد أخذها الخبرة قد ما شايف، قد ما بارم، قد ما زير بيوت، فيلا، قصور، شغلات، وأنا بكل شيء بعمل. طب بما أنك زير كتير بيوت وبلدين كمان أكيد. فأي بلد هيك حسيت أنه ستايل المفروشات يمكن قريب لشخصيتك أكثر؟ حبيت أكثر شيء لأني بروح على إيطاليا كثير، هذه نمبر 1، وصارت إيطاليا بالنسبة لي بلد الثاني. نعم. بعتبره هيك، وخاصة روما بحسيت هونيك، بلاقي نفسي هونيك من كل شيء، إذا كان بمهنتي أو إذا كان بالفرش اللي أنا أكثر شيء حبيت ستيلهم، يعني التليان عندهم البساطة، وعندهم الفخامة بذات الوقت، وعندهم الأشياء اللي بتعبر عن حالها، يعني بتفرض نفسها إذا كان ببيت ولا بفستان ولا بقماش ولا بكل الأشياء، هي إيطاليا بالذات. يعني هلا انتقلنا معك لروما، فخلينا نكفي بأجواء روما ونحكي عن تشكيلتك الأخيرة يلي تم عرضها بروما، وكانت أوت دور كمان. صحيح. وهي للأوت كوتشور بدي أذكر. صحيح. فهيك خبرنا شوي عن المود، عن التصاميم وكل الأشياء. المود كانت مميزة السنة، كانت مميزة لسببين. أول سبب كان أوت دور، وعملته تحت قوس قسطنطين. واو. يعني هذا قوس قسطنطين هو وكان عيد كمان، عيد الألفين للكوليزية اللي هي المنطقة المعروفة بمنطقة الكوليزية. سأبنا أنه عيد الألفين وعملنا هذا الأوتدور بهذا المطرح، وكانت حقيقة روما حسب اللي سمعته كثير فخورين أنه يجي ديزاينر من لبنان يعمل بهذا الموقع الأثري المهم تاريخيا. الشغلة كانت كتير كبيرة. كان الحضور، يعني نقلنا كل شيء، يعني هو ترتوار وورانا كان قوس قسطنطين، طريق فاضي، نقلنا كل شيء، عملنا البوديوم، عملنا الباكستيج، جبنا الكاميرات، ركبنا منصات، يعني خلقنا شيء من لا شيء وعملنا الفاشن شو. يعني هل كان الوحي من هاللوكيشن مميزة؟ أكيد أكيد. كان الوحي كان كتير فخم، فيها فخامة، يعني فخامة بكل شيء، بكل شيء، بالموقع، بالبساطين، بالاشياء، كان فعلا كان فريد من نوعه مثل العادة. صحيح. طب شو كان مميز بهالتشكيلة واكيد بيختلف عن غير تشكيلات؟ يعني اكيد كل موسم نحن بنوعد دائما انه بنحبون المشاهدين والزبائن بالعالم كله، ما بنقول عالم عربي لانه اسم الله نحن صار عندنا انتشار عالمي. صحيح. كان مميز بكل شيء بالفكرة، يعني كانوا 45 فستان مش 40، وكان في فستان عرس واحد بس. اكيد كان في كمان 8 فساتين قصار، صار تحضيرا لمشروع كمان هلا بنحكي عنه بالمستقبل. اكيد هيدا بنخليه مفاجاه لاخر. صحيح. كان الفخامه والمستوى القماش وطريقه الشغل والقصات والافكار كان شيء حلو كثير. يعني اكيد نحن دائما بنقول دائما عندنا شيء جديد لكل موسم، يعني وخاصه طبعاً بالهوت كوتير. بدنا نحكي بعد عن مشروعك الثاني، مش رح نحكي اكيد هلا، مثل ما قلنا بنخليها سربرايز للمشاهدين.
نعرف انه كتار من المشاهير بيقصدوا عبد محفوظ، يعني سيدات مجتمع يمكن ما فينا نحكي عنهم، ولكن خلينا نحكي عن الوجوه يلي بنعرفهم واللي بيطلعوا على الشاشه. مثل مين عبد هلا مؤخرا عم تتعامل مع مين؟ اكيد عم نحكي بنحكي امريكا طبعا، بنحكي ممثلين عالميين. نعم عم نشتغل مع بيونسي، عم نشتغل مع بيرس هيلتون، عم نشتغل مع انجلينا جولي، هولي كلهم مستلمون حسان محفوظ ابني. اكيد كل الناس، هو حيكون اللاين الجديد، هو حيكون مسؤول عنه، هو حيطلقه ان شاء الله بنيويورك. هو بيستلم هول الاشياء والحمد لله ماشي الحال كثير منيح. بما انك وصلت لامريكا ولا هوليوود ستارز، فبدنا نحكي عن مشاريعك الجديده. انا عرفت في خبريه هيك خبرنا اليوم حصريا بستايل ستارز، شو عندك في جديد؟ جديد انه اكيد حيكون عندنا اللي وعدنا فيه لاين بيتا بورتي. البيتا بورتي بنقول انه هذا استلم حسان محفوظ، حيكون عنده فاشن شو بنيويورك بسبتمبر ان شاء الله. الشغله الثانيه حيكون عندنا بوتيك بالداون تاون الخاص بيحمل بيتا بورتي، بس للبيتا بورتي مش الاوت كوتير. صح، بنفس المبنى هو حيكون البوتيك، والهوت كوتير بكون الشاروم بالطابق الثاني فوق منه مباشره. يعني بتيجي زبونه في حال بدها بري بتاخذ، وبدها كمان هوت كوتير بتاخذ. في عندي زبونات كمان بياخذوا بنفس الوقت هوت كوتير وبياخذوا كمان اشياء بريتا بورتي، يعني فيهم يشكلوا. طيب عبد احكي، خبرتنا شيء من الخبريه انه عرفنا البريتا بورتي حيكون بنيويورك، بس بدنا نعرف شوي عن البريتا بورتي، يعني شو الستايل، كيف رح بيكون الستايل. هو خلينا بالاول نقول انه في عندنا هذا البريتا بورتي حيكون كونسيبت انترناشونال، ويصير ممكن اي حدا باي بلد بالعالم يشتري الفرانشايز من هالشركه هذه اللي عملها حسان محفوظ. هو عباره انه اليوم اذا انت عندك سهره ما بدك تعملي اوردر، ما بدك تخيطي، ممكن تروحي تشتري جاهز. صحيح. يعني بكون البري هو عباره عن في عندنا ثلاثه سايز بتبلش مثلا 38 او 40 42. حلو، يعني بتقدر كل سيده ممكن 44 سايز بالضبط، بكون عندك عدة الوان من الموديل. هذا هو الفكرة. هذا مع كل، يعني بالضبط، يعني اليوم مش كل وحدة عندها وقت تجي تخيط وتنطر وتو. صحيح. بس الهوت كوتير بدي دل باي اوردر، يعني الهوت كوتير هوت كوتير، والبريتا بورتي بريتا بورتي. بس اللي بيفرق بيناتهم انه قبل كل شيء البري هو ارخص معروف، وثاني شيء بكون من كل موديل عندك عدة الوان وعدة قياسات. عبد بدي اتشكرك كمان على الهدية للي بده يربح هالمنزل، اكيد رح بيكون له مفاجآت كثيرة ومنهم هديتك. وكمان بدي اتشكر حضورك بدبي وبكوكا كولا لايت في اي اي بيت العمر. ثانك يو فيري ماتش. يعني الهدية ما في شيء من قيمة الرابح، ان شاء الله بيكون للرابح مش عم بقول يستاهلها، وتكون الهدية على قد الشيء. هي عملية انه جست صغير، يعني بس انه فيها فكرة ان شاء الله تكون تعجبه او تعجب اللي حيربح الشقه. وبقول لهم مبروك سلف، وميرسي لكم على الدعوه، وانا شرف لي اكون معك ببرنامجي. اهلا وسهلا فيك. وكمان كثير بكون مبسوط لما يقولوا لي الناس شفناك مع الين، بقول لك ثانك يو لك، وثانك يو لكل اللي عم بيشتغلوا هالبرنامج الحلو. ثانك يو. بس قبل ما نودعك عبد، بدنا نعمل لك جوله بهالشقه. أكيد. يعني عم بتصوت تصوت، ما كمان بدك تشوفها. أكيد. اوكي أكيد. أكيد. يلا تفضل. تفضل عبد، هيدي غرفه النوم، اعطينا رايك فيها. فيري نايس، واو حلوه، حبيت الالوان كثير حلوه. وهيدي غرفه الضيوف، يعني عبد ان شاء الله تعجبك كمان مثل ما عجبتك اول غرفه. حلو، نايس. انت رح بتكون من اخر زوار هالشقه، يعني ما بنعرف اكيد بعدين مين رح بيكون ضيف ورح بينام بهالاوضه. فيري نايس، عجبتك يعني. جريت، اوكي. كل شيء هيك سمبل ناعم. صح، مرتب حلو. الالوان السيلفر و برافو برافو. اوكي، بعد في غرفه الجلوس. يلا تفضل. غرفة الجلوس حلوة، حبيت كمان هيداك، حبيت هي لون السيلفر. هيدي كمان من نفس المود. هي دائما غرفة الجلوس بالبيت بتكون من أهم شيء بحياة الإنسان، لأنه بيقعد فيها كثير، بيقعد على التي في، بيقعد بكون عم بيحكي على التليفون، يعني أكثر ما يكون فوتي نام مثلا. أنا هيك بشوف، لأنه أنا قلت غرفة الجلوس عندي بالبيت كثير بتعجبني، لأنه بقضي ثلاث أرباع وقتي فيها لما أكون بالبيت. عبد، مرة ثانية بدي اتشكر حضورك بكوكا كولا لايت بأي أي بيت العمر وبستايل وستارز، وما فينا نودعك قبل ما تمضي لنا على براد كوكا كولا. ثانك يو فيري ماتش. تفضل.
متشكرة. Good luck. مرسي لك. Thank you.